إخوان السلام عليكم، معكم أيوب عصام مولوع من مدينة الجديدة. اللقب اللي كنلعب به هو أيوب ميلانو أو ميلانو لوفت، ومرحبا بكم عندي في اللوفت ديالي. بداية الهواية كانت عندي مني كنت باقي صغير، كيف حال بزاف تاع المواليع كنا كنربيو غير الحمام العادي، يعني مكناش كنعرفو حمام إيكاري لا فوياجو. أنا من صغري وأنا كنعشق الفوياجو، مكنتش كنربي داكشي تاع المخلاط وداكشي تاع الحمام القديم ديال السيفيانوس وداكشي. اغلبيه كنت كنربي غير الفويج، ولكن الفويج كان غير الايكاري وديك الحمام اللي كان تيطيح ديال المطالق ديال الكازا ديال الرباط ديال واللي كنا كنشريو ديك الساعه. شويه تطورنا بينا كنشريو في الحمام ديال اوروبا، الحمام ديال بورح ديال سبليون داكشي هو اللي كان ديك الساعه عليه. ومن بعد كنا ديك الوقيته ديال 2006 2005 كنا كنحرقوا مع الدراري، ما كناش كنشاركوا في الجمعيه. البدايه ديال الجمعيه في سنه 2008 2008 لعبت في جمعية السلام ديك الساعة بالاسم الرسمي، ومن تما هذاك من تما مابقيتش نقاطع حتى كل عام كتبدل الجمعية كنبقاو نلعبوا حتى وصلنا للنيفو. بالنسبة للسباقات كنشارك ما بين 60 70 حمامة، وهاد الأعوام الأخرى وليت كنقص 40 45. وبالنسبة للاختصاص هو السرعة والنصف الطاولة. النتائج هو احسن النتائج هما الرتبه الاولى في مرحله السرعه اربعة سنوات متتاليه، و برومي اسبيجون، دوزيام اسبيجون، ترويزيام اسبيجون، كاتريام اسبيجون، جميع الرتب في ليزاف الحمد لله حصلنا عليهم، وجميع الرتب الاولى في جميع السباقات ديال السرعه حصلنا عليهم. اهم السلالات اللي عندي هما تقريبا كل شيء اللي يدور في العالم اللي مشهور راه كنحاول ندخلوه. وبالنسبه للسلالات اللي كنركز عليهم انايا هو عندي سلاله واحده، يعني عندي حمام كامل خليط واحد ما بين فينيسترا شيرلي كينز اوبمان ليو هيرمي وفريدي فان دين هيل كابي فان دينابيل بيتر فان دي ميروي، ودابا راح نخدمي على حمام جديد ديال بيتر فان دين بول. هادو هما السلالات اللي حاكمين والسلالات اللي دوك لي فهم كنركز عليها بزاف في ليزارت حمام اللي تيضربو شي عمق. بالنسبة للدكر هذا حاصل على بزاف ديال الرتب المتميزة، عندنا دوزيام في ديفنور وبزاف ديال المراتب ما قلتش عليهم كاملين، وعندو اسبيجون. بالنسبة للسلالة اللي فيه هذا كونسون كامبيل اتشيرلي كينز والفينيسترا وليو هيرمي، بالنسبة لي هو أب العديد من الأبطال وجد للعديد من الأبطال عندي هنا في اللوفت. حمامة ممتازة. بالنسبة للكردة راه حاصل على الرتبة الأولى في السباق ديال الشماعية في جمعية مازاكان، حاصل على الرتبة الأولى في الاتحاد ديال الزمور الجديدة، وعندو الرتبة وقيلا واش 18 و 19 في مدينة تغازوت في الجمعية وفي الاتحاد عاوتاني، وعندو شي ديبلوم العام اللي قبل من هذا. وبالنسبة للأبناء ديالو راه تاهما لاعبين تاهما، بنتو راه مديكلاري يعني طونديم عدي الغزواني. بالنسبة للسلالة اللي فيه دار الأب ديالو 100% ليو هيرمنز، والأم ديالو راه لعبة عندي عندها أكثر من 10 لي بري تاع الفينيسترا كوبمان فريدي فان دين هيد وشيرلي كينز.
بطلة مدة 3 سنوات هي والأبناء ديالها. بالنسبة للإنجازات راه نحطهم لكم فيها وما عاقلش عليهم، كنا داز بزاف ديال لي كونترول. هادي هادي الأم ديالها 3 أسبيجون في الفينيسترا كوبمان والشارلي كانت، والأب ديالها في الفريدي فاندين هيد والفينيسترا. هادي راه لعبة هي وولادها وحفادها. بالنسبه للنصيحه اللي كنصح بها انا ديما اي واحد هو يركز على الحمام مزيان اللي كان غادي يستثمر فلوسه في لي برودوي وفي داك الماكلات وفي داك الشيء الغالي. راه داك الشيء الشركات راه ما كيتحدوش، راه الشركات راه ديما تيبقاو يكذبوا كيبقاو يقولوا لك دير هذا البرودوي هذا البرودوي باش تلقى هذه النتيجه. احسن حاجه تستثمر فيها فلوسك هي تاخذ حمام مزيان وتقلل الحمام. يعني كنتي غتوكل كتوكل اللهم وكل الخير، توكل شي حاجه. هذه النصيحه كنصحو، كنصح المواليع يركزوا على سلاله وحده. يعني اللي تقوت شري حمامه من عداده، شري حمامه من عداده، شري حمامه من عداده، كتولي بحال دير ديربي عندك في السجن. يعني راه الا شفتي المواليع ديال اوروبا والمواليع اللي فيتي لنا سنين بزاف، راه كتمشي عنده راه كتلقى عنده سلاله وحده عنده في السجن. يعني كتمشي كتسول على الاسم ديالو كتلقى عنده كار واحد ولا شناهي نازل من السلاله كامله. يعني حتى الحمام كتولي كتتحكم فيه، تتحكم في المناعه ديالو، تتحكم في الماكله ديالو، تتحكم في الفليطه ديالو، كتتحكم في الصحه ديالو. حيت الحمام راه ملي كيكون قوة السلاله بزاف في السجن راه ما عمرك غتلعب، غتبقى غير تنقبوسا. بالنسبه للموسم السباقات راني كنركز على الاسبوع اللي عندني هو كنركز على 3 ايام ديال ريكوبيراسيون، 3 ايام ديال بريباراسيون، نهار الاخر معروف تيكون معاد. بالنسبه للريكوبيراسيون راه كيف ما كيعرف كل شيء، كتركز على المكملات اللي فيهم املاح، فيهم جليكول والبروتين. وبالنسبه للمكملات اللي كتعاون بهم على حساب السباق ملي كيقرب السباق، كتقلب على المكملات اللي فيهم المينيرا، بزاف ديال المكملات اللي فيهم لي زاسيد اميني. وكتمشي على لايطا ديال الحمام، يعني البروغرام راه ما كاينش، لانك تشوف الحمام اشنو خاصو، واش ريكوبيرا النهار الاول، واش خاصني نزيدو النهار الثاني، واش خاصني نزيدو النهار الثالث، الحساب لي رابي الحالة ديالو، واش خاصني ندير لي رابي ديال الجهاز التنفسي، ولا خاصني ندير لي رابي ديال الجهاز الهضمي، ولا خاصو تريكومونوز. المهم كتم غادي مع الحمام على هو اش كيقول لك اشنو خاص. بالنسبة للتريتمون جينيرال اللي كيسول عليه بزاف ديال الناس، هو كتريطي تريتمون لي معروفة، دير الحناش، تريكومونوز، باراشيفوز، شوية كوكسيديول. انا بالنسبه للمدينه ديالنا الجديده راه عندنا الميديتي طالعه بزاف، يعني كوكسيد ما خصش تخدم معاها و التنفس تاهو. بالنسبه للطريط اللي كنفضل انا راه كنحاول كنطريط الباراشي في الصيف، حتى الوقت اللي كنبداو فيه اللعب حنايا راه كنبداوه قريب بزاف. يلاه الحم تيخرج من البداله، تدخلي في الطريطمون، تدخلي في لونطريمون، كيبقاش داك الوقت اللي مشات توصل للسباق. هادشي اللي كنعتمد به. بالنسبه للموسم السباقات راه كما كتعرفوا الحمام خاصك يكون يطير مزيان، ياكل ماكله مزيانه، وتيتريني مزيان. هادشي اللي كندير انا. بالنسبه لي انا راه الحمام كيطير صباح وعشيه، يعني ساعه الصباح ساعه في العشيه، ونطريم على قدر المستطاع، يعني مره في السيمانه ولا 2 مرات على حسب الوقت. او شنو بالنسبه للسجنه، اهم حاجه تكون السجنه مهويه مزيان وما تكونش فيها الرطوبه بزاف، وتكون سخونه، ويكون عدد الحمام كافي على قدك السجنه اللي غادي تصنع.
يعني ماشي دير سجنه فيها متر وتعمر حمام، راه ما غاديش تبقى سجنه، راه عمرها خدم خاش تبقى ندير معاه. يعني الا كانت سجنه كبيره وفيها حمام قليل نسبه الاكسجين اللي كاينه تما كافيه داك العدد ديال داك الحمام اللي، ولكن الا زدتي الحمام بزاف راه بحال شي بيت كنتي ناعس فيه بوحدك كتبقى مرتاح، دخل معاك البشر بزاف راه صافي واحد شويه وصافي كيتخنق كتولي باغي تخرج بحال تخوي الصهد هذاك الشيء. وبالنسبه للتهويه ديال السجنه شحال من واحد اللي غارض فيها، هو التهويه خاص الاكسجين يدخل يتنفسوا الحمام كيرجعوا ثاني اكسيد الكربون اللي كيطلع هو الفوق بوحدو كيطلع البلاصون شنو اللي داير انت تما باش كيعاود يتجدد الهواء كيلقى من يخرج وكيدور. اما داك البرد اللي كيدخل من القدام وكيطلع من الفوق هذا كيتسمى كورونتير، هذاك راه غير كي هاكي ادي الحمام. او نصيحه بنادم يقلل الحمام، تكون السجنه كبيره دير حمام قليل، ما باش دير قوه الحمام بزاف راه معمر السجنه تخدم واخا ما عرفتش دير له، واخا تجيب له فرافر ديرهم ليها قدام هذوك الرياحات يبقاو يدفعوا في الهواء ما معمر الاكسجين غيدفع. هذه النصيحه اللي كنصح بها. بالنسبه للاكل انايا جربت بزاف ديال الاكل وجربت بزاف ديال الشركات وجربت بزاف ديال الماكلات اللي مخلطين، هذا سبور هذا بيراشيف هذا اوب انرجي وغير ما من العام كتبقى تنقص داكشي اللي كيخدم لك كتزيدي وداكشي اللي كيخدم اللي ما كيخدمش لك كتعاود تنقص منه. بالنسبه للماكله كنعتمد على ماكله وحده الحمام كامل، يعني من نهار كنفطمو وهو كياكل فاتا كيدخل الاستغراق. الماكله ديال البروديكسيون راه كتكون غنيه بالبروتين وداكشي، راه كنحاول ناخذ ماكله اللي مزيانه. وبالنسبه للحام ديال اللعب كنوكلو ماكله وحده اللي كيدوز بها بداله، كيدوز بها الصيف، كيدوز بها الكونكور، كيدوز بها كلشي، يعني بحال تياكل حياته كامل، وهي اللي كتخليه كيتادابط على ديك الماكله باش كيبقى ديما الجهاز الهضمي عنده مزيان. يعني الماكله كيكون شي قراها ماكله وحده ما تتبدلش العام كامل، ما بقايش كندير داكشي تاع دومي دومي سبور هذا ديال التراشي، فاش كنحكم على ماكله وحده اللي تياكل الحمام يعني طول الموسم. هذا اللي كاين. ايه تابعنا شو البي الهوايه بديتها مني كنت باقي صغير لما دايزات بدايه الهوايه ملي شحال بها شي بلاصه عاد شنو خاصنا وانا خاصنا نقول ديك الولاعه تي في اللي كعاونين اه كنشكر قناه ولاعه تي في على الاغنيه. شنو رايك تما شي سؤال؟ هذا بدا لي صاج بقى سؤال هو كل شيء قلنا هو صبر تفكر صبر حتى زربان والله نخرجوا حنا خاصو يرجع يدخل لبلايصو. راه شحال حاجه ما كيلعبش على بنادم ما كيردش ليها البال، راه هي هذه الراحه النفسيه ديال الحمام هو يخرج يتشماش يخرج يتشماش، هو كتلقى زامتو في السجن النهار كله كيخرج وتخيل تبقى في بلاصتك على الاخر شي طيح كان عندك بويت في السطح وتخرج تنفس في السطح وترجع غدرب طله، راه ماشي كتبقى بحال واحد كيبقى نهار كامل هو مسدود عليه